تحديات التجسس الجديدة أو المود الخاص بالسباي يا شباب، جاهزين معنا باللعبة من وقت التحديث، ولكن أنا بعتذر عن التأخير على تنزيلهم لتاني يوم. هلو التحديات موجودين معنا بلعبة فورتنايت حاليا، تأخذ من وراهم 2 باك بلينك وجلادر وموسيقى خاصة باللوبي، والتحديات بسيطة، كان عليك أنك أنت تلعب مود الخاص بالسباي وتعمل كم شغلة بسيطة كأنك عم تلعب أمونج أس وبتربح هدول الأشياء. فإن شاء الله رح أشرح لك إياهم بشكل كامل وتوضيحي. لا تنسى كود الدعم بالأيتم شوب بموت سالي زار أمامك، وشكرا لكم يا شباب على الدعم الخرافي اللي عم يجي آخر فترة. حلنا نوصل لعشرين ألف قبل نهاية السنة لسه شغال، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ويلا مع بعض فلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. بالنسبة لتحديات السباي الجديدة أو مود السباي الخاص، ما رح نقول عليه سباي يا شباب لأنه هو فعليا المود اسمه Among Us Spy Fortnite، هيك لازم يتسمى أصلا. هذا المود كل عليك أنك أنت تفوت على الأمواد الموجودة مثل السولو والدو والسكواد، وبتلاقي تحت مود التجسس أو مود السباي مثل ما بسموه. هذا المود يا شباب بتلعبه وبتاخذ من وراه تحديات وبتخلصها وبتاخذ جوائز. بالنسبة للجوائز، أول شيء خلينا ننطلق مع بعض ونفوت على اللوبي، بعد منا بنفوت على المهمات الجديدة، وبعد ما نفوت على المهمات الجديدة بنفوت على المربع الفوقاني المكتوب عليه سباي او العاب التجسس. التحدي الاول بيعطيك باك بلينك مثل مظاهر امامكم. الاول لازم تخلص كل التحديات الثلاثة يلي تحته لحتى تحصل الاول، الاول اتركوه على جنب. بالنسبة للتحدي الثاني بيطلب منك انك انت تلعب مود السباي 5 مرات لحتى تقدر تحصل هاي الشغلة اللي ظاهرة امامكم، اللي عبارة عن باك بلينك مثل لون او هيك مثل رول ورق ونازل على الظهر. وبالنسبة للتحدي الثالث، التحدي الثالث بيطلب منك تقتل 3 أشخاص بمود السباي، والتحدي الأخير بيطلب منك أنك أنت تعمل 25 مهمة داخل مود السباي أو التاسك مثل ما بيسموها لحتى تحصل الجلايدر. خلينا هلا اشرح لكم اياهم بالتفصيل. التحدي الاول ما لنا داعي فيه وما له مهم ابدا، لانه مثل ما قلت لكم لازم تخلصوا الثلاثه الاخرانيات لحتى تحصلوا اول شيء. خلينا ننتقل مباشرة على التحدي الثاني. التحدي الثاني بيطلب منك تلعب مود السباي. هلا انا لعبت مود السباي ما عملت فيه اي شيء، يعني ضليت تقريبا شيء دقيقة او دقيقة ونص عم بلعب المود، وطلعت من المود بعد ما انحسب لي 3 من 5. فانت بتقدر تفوت على المود تلعب فيه دقيقتين تخلص لك كم مهمة وتطلع، مو لازم تستنى لاخير على الفيكتوري او على الخسارة يعني او على الربح، بتفوت بتلعب لك دقيقة بتخلص لك كم مهمة وبتطلع وبنحسب لك هذا التحدي يا شباب. انا فتت مثل ما قلت لكم دقيقة على المود، حسب لي 3 من 5، فتت 3 مرات فعلا، والفعلا 3 مرات انحسبوا لي. بالنسبة للتحدي الثالث، التحدي الثالث بيطلب منك انك تقتل شخص بمود السباي. هلا مشان اكون صريح معكم وواضح يا شباب، بالنسبة لهذا المود، هذا المود بيكون عبارة عن امونج اس، يعني كأنك عم تلعب امونج اس، مرة بتطلع امبوستر ومرة بتطلع انت الناجي اللي بدك تصلح بالمركبة الفضائية، مثل ما بسموها بلعبة امونج اس بالضبط. هذا المود نفس الموضوع بيطلب منك، انت اول شيء بتكون يا اما الشخص اللي بيصلح شيء بالمركبة الفضائية او بالماب بشكل عام مشان تنجو من الناس اللي عم تلحقكم مشان تقتلكم بالخفاء، يا اما بتكون انت القاتل او الامبوستر مثل ما بسموه بلعبة امونج اس. كل عليك انك انت تفوت على هذا المود، مجرد ما يطلع الكلام تحت انه الوبن جاهز او السلاح جاهز او بيقولوا لك انك انت جاهز تقتل شخص، هيك انت وضعك تمام، انت كنت من الامبوستر. كل عليك انك انت تسحب الاكس او البيكاكس يعني وتقرب عليه وتضربه مثل ما انا ضربت السكن الابيض، وهيك بنحسب لك 1 من 3. المطلوب منك تقتل 3 اشخاص لحتى تخلص هذا التحدي ويعطوك موسيقى اللوبي. والتحدي الاخير بيطلب منك تساوي 25 مهمة لحتى تقدر تخلصه وتاخذ الجلايدر. هذا التحدي يا شباب بتقدر تساوي سواء كنت من القاتل او كنت من الناس الناجي اللي عم تصلح بالماب. هذا بتقدر تساوي باشياء موجودة هيك صغيرة مثل مظاهر امامك بالمقطع التوضيحي، بتروح بتقرب عليها وبتضل دايس اي او مربع حسب الكنترول تبعك، وبيخلص العداد تبعه بنحسب لك 1 من 25. لازم تساوي 25 تحدي من هدول التحديات لحتى تقدر تخلص كلياتهم بالنسبة لهدول التحديات البسيطة والصغيرة. هذا هو بالنسبة للمود الخاص بالسباي او امونج اس التقليد بفورتنايت. لو محتاجين اي شيء اكتبوا لي تحت بالتعليقات، بجاوب على كل التعليقات وبساعدكم. ولو محتاجين تحاكموا وتتواصلوا معي في عندكم الديسكورد والانستغرام، انا دائما فاتح وبرد على كل الرسائل. كود دعم بالاتم شوب بموت سالي زار امامكم وبرعاية الله.